ازدياد عدد المعتقلات ووحشية تعرضهم لاعتداءات جنسية سافرة من قبل مرتزقة النظام، من قبل جهاز الأمن الوطني، من قبل الداخلية، وسوء معاملة لهم. أعتقد أي إنسان عنده غيرة على أهل شعبه ما يقبل هذه المعاملة المنحطة، وهذا التصعيد جدا خطير. أنا مسؤوليتي ومسؤولية كل شخص أعتقد أنه يقوم بالوقف أمام هذه الجريمة بكل ما يستطيع من قوة بأي طريقة كانت. لازم رسالة ابتسام، رسالة المعتقلات كامل اللي طلعت لنا أن توصل إلى العالم، وهذه مسؤوليتنا. ومن الخزي والعار أن نرتاح ويغط لنا جفن، ونسائنا معتقلات تحت على رحمة الجلاوزة والجلادين.